احنا اغفلنا شغله قانونيه. تفضل. هو احتساب الحكم الاسباني ظلم الهلال في احتسابه للهدف الثاني للنصر. يقولي ليش؟ خلينا نتكلم. اليوم اعطيت ابو عبد المحسن ما قاطعته لانه قاعد يدافع عن النصر. لا لا ما يصير تتكلم. اليوم انا قاعد اقول لك هدف بعد خلي هدف حكم المباراة ظلم الهلال في الهدف الثاني حق نادي النصر. انا قاعد اقول لك اليوم لا يمكن انك تلعب. وشفنا لاعب النصر الجماعة موجود داخل ارضية الملعب قبل تسجيل حمد الله الهدف الثاني، وهذا هدف يعني هدف غير قانوني. اليوم ما تسمح في عالم قانوني. كرة القدم لا تقول ما تدخل باللعبة يا ابو ثامر. مو تسلل هي اللعبة عشان تقولي ما تدخل باللعبة. ما له شغل يا عزيز، هو ما تدخل باللعبة مو تسلل اللعبة. اليوم لحظة، انا لما اشوف الحكم يوقف المباراة عشان لا لا تضحك علينا الناس ابو ثامر تكفى عشان يدخل لا لا. الحين اذا افترضنا دش لا الواحد من الجمهور ودش داخل ارضية الملعب، الحكم ما يصفر الهجمة. لو اللاعب منفرد يصفر ويخليها ضربة مباشرة. الخندوق خبير تحكيم ولا لا؟ محمد فوده مو خبير تحكيم وحق لا 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 سمير لا عثمان مو خبير تحكيم. الشخص انا استشهد سمير عثمان ما شاف وما شاف انا اقول لك هدف مو قانوني غير شرعي غير شرعي غير شرعي. اذا بحاله واحده اذا سمير عثمان والفوده كلهم قالوا هدف اسمع عزيز اليوم لاعب النصر بدش ارضيه الملعب قبل تسجيل الهدف ويعتبر لاعب رقم 12 وهذا لا يسمح بقانون كرة القدم. ما يصير يا حبيبي لو غير قانوني لو غير قانوني كان لغوه من زمان. انا اقول لك بحالة واحدة اذا الحكم الاسباني ما صار عليه ضرب اذا ذكر بالتغرير ان في حالة وجود لاعب النصر داخل ارضية الملعب حالة قبل تسجيل النصر الهدف الثاني يعني هني تعادل المباراة. لكن هناك ضغط على الحكم الاسباني انه ما يسجل هذا.